السنه اللي فاتت في لقطه وليد ازارو مع مدافع الوداد المغربي قال مش ضربه جزاء وهو اللي رايح للمدافع. ضغوط نفسيه عليهم. استنى بس في لقطه في الدوري الاسباني اصلا من اعمالكم سلط عليكم يعني من اعمالكم سلط عليكم في لقطه في الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي حاجه كده وكان ابو تريكه موجود في الاستوديو نفس الكره بالظبط راح لك ضرب الجزاء وده اسمه تهور فبوتريك قال له ما بتفكركش بحاجه الكره ديت افتكر كده يا اخي بوتريك ده طلع راجل اهو وقال قال حاجه تمسنا برضه بص قال له مش فاكرك قال له مش فاكرك خلينا نتكلم بقى في المباراه وانتهى